مساء الخير واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من لعبه الحياه Let's make a deal. وانا جاي للاستوديو النهارده قعدت افكر ايه الاحلام المشتركه لاي حد، لقيتها ببساطه فلوس وعربيه وشويه حاجات للبيت. احنا هنا في لعبه الحياه بنقدم لك الفلوس اللي ممكن توصل في بعض الاحيان ل50,000 جنيه. وممكن كمان نقدم لك العربيه الشيفورليه اللي انت شايفها دي، وزياده على كل ده شركه فنادق روتانا كمان ممكن تحقق لك حلمك انك تقضي يومين في شرم الشيخ او الغردقه وتقدم لك جايزه رحله للاماكن الساحره بتاعتنا. وعشان كل ده يحصل كل اللي طالبينه منك انك تيجي تقف جنبي هنا عشان تعمل ديل. مين يحب يعمل ديل؟ انت ايه يا عم؟ نقعد تاني برضو. اهلا وسهلا، اتفضلي. اهلا وسهلا، نتعرف بحضرتك. دينا. ازيك يا دينا؟ الحمد لله. عامله ايه؟ الحمد لله. كله تمام؟ الحمد لله. واثقه ان النهارده يوم حظك؟ يعني مش قوي. مش قوي؟ انت بتشتغلي ولا طالبه؟ بشتغل. في اي مجال؟ معيده في الكليه. معيده في الكليه. في الأكاديمية. في الاكاديميه. اه يعني في مجال هيئه التدريس في الجامعه. تدريس. ربنا معاكي بقى في دراساتك العليا وربنا يوفقك. وهبدا معاكي اول ديل، اديكي كده اختيار صغير. البوابه اللي انت شايفاها البوابه رقم واحد والصندوق الاخضر. بوابه. البوابة. تمام. بالمناسبة البوابة، يعني طبعا ايه، انت عارفة انه حجم الحاجة مش بيدل على ايه الجايزة اللي جواها، بس انت اخترتي البوابة. تمام. وانا هعمل لك عرض واشتريها منك بمبلغ 500 جنيه. البوابة. لا لا لا، من غير ما تعمل 800 جنيه كويس؟ 800. لا لا، ولا 800. 1000 جنيه. لا احنا خلي بالك مش عارفين البوابة فيها ايه. ما انا مش عارفة. بس يعني 1000 جنيه. 1000 جنيه قليلة قوي. قليلة. انا عارف. بس طب نخليهم 1500. ايه دول 1500؟ 1500 يعني. وتسيبي البوابة؟ لا لا لا، البوابة برضو. البوابة. طيب خلاص. نشوف البوابة فيها ايه. في شيء كسبت معانا هلب مركب عملاق. ده هلب بتاع مركب عملاق. شغلته ايه في الحياه بالظبط؟ والله ما اعرف. بس هارد لك يا دينا، المره الجايه تكسبي ان شاء الله. وشكرا، تحيه كبيره لدينا. شكرا. الجوائز الفشنك بتحيرني قوي، ما ببقاش عارف بالظبط المتسابق هيعمل بيها ايه. دينا رفضت ال 1500 جنيه وطلع لها فشنك. هارد لك. نشوف مين سعيد الحظ اللي هيلعب معانا في نفس الفقرة دي. يا ترى مين يحب يعمل ديل؟ انت المرة الجاية انا الجاية. اتفضل. اهلا وسهلا. اتفضل. اهلا وسهلا، نتعرف بيك. محمد رحال. اهلا يا محمد. انت قلعت البرنيطه ليه؟ هوا. عشان الهوا مش كده؟ بس عايز اقول لك ان انت بالبدله السوداء دي والبرنيطه الكاوبوي
مش كده؟ يا رب يخليك. طيب عايزينه بالبرنيطه ولا من غير البرنيطه؟ الله بناء على طلب الجماهير عشان خاطركم. ماشي عشان خاطركم محمد هيلبس. برافو. انا موافق. انت كده كول كول كول. بقول لك دلوقتي زي ما انت شفت دينا ثابت الصندوق الاخضر وانا هديك الاختيار بتاعك ما بين الصندوق ده وما بين البوابه 2. بوابه حابين ايه؟ عايزين صندوق؟ بوابه. قال لهم عايزين الصندوق يبقى البوابه. هي مره ليهم طاقيه ومره بوابه ليه. يلا بينا. البرنيطه مش مريح. معلش. طيب اوكي انت اخترت البوابه رقم 2 خلاص. اي حاجه جواها بتاعتك باذن الله. وانا هعرض عليك عرض صغير هشتريها منك بمبلغ 800 جنيه. المره دي معاهم بوابه. المره دي معاهم. ها بوابه. طيب نخليهم الضعف 1600 جنيه. بواب بواب بوابة ان شاء الله. هم قالوا لك الفلوس. انا عشمان في ربنا كويس. 2200 جنيه. البوابة برضو. برضو؟ برضو بإذن الله. بسم الله. بسم الله. طيب خلاص طالما انت مصر على البوابة بسم الله نفتح البوابة. اوه قيمتها 7000 جنيه. قلبك حاسس. كان قلبك حاسس. برافو برافو يا محمد. الحمد لله. غرفة السفرة 7000 جنيه. ألف مبروك. حلو. ألف ألف. الله يبارك في حضرتك. وإن شاء الله نشوفك تاني. إن شاء الله. تحية كبيرة للأستاذ محمد. أيوة كده. أحب اللي واثق في قراره. يا ترى إيه الجوائز اللي منتظرة المتسابقين النهاردة؟ هنعرف بعد الفاصل في Let's Make a Deal. هنشوفه. دلوقتي هنلعب لعبة اسمها دور على الذهب. اللعبة دي ممكن تكسبك مبالغ مالية توصل لخمسين ألف جنيه ممكن قوي. اللعبة باختصار عبارة عن 8 صناديق، 6 صناديق جواها قطع ذهب وصندوقين جواهم ديناميت اللي هو 1000 شنك. المتسابق بيختار من الصناديق دي وكل ما بيطلع لك قطع الذهب كل ما بتطلع الدرجة في سلم الفلوس. لو طلع لك أول ديناميت بتنزل درجة في الفلوس اللي كسبتها، ولو طلع لك تاني ديناميت بتبقى خسرت كل اللي كسبته. طبعا من حقك تنسحب بالمبلغ اللي انت كسبته في اي وقت. يا ترى مين يحب يدور معايا على الذهب؟ ذهب فرجان ياقوت. اتفضل. اهلا وسهلا. منور. الاسم ايه؟ محمود. اهلا يا محمود. يا ترى في اي مجال؟ لا انا طالب لسه. انت طالب؟ اه. برضه في اي مجال؟ في بكالوريوس هندسه. بكالوريوس هندسه؟ اه. طب ده انت الباشمهندس محمود بقى. باذن الله. ربنا معاك ان شاء الله. جاهز تدور على الذهب؟ جاهز. معاك 8 صناديق صغيرين. يا ريت لو تبدا باول اختيار. سبعة. سبعة؟ تمام. سبعة؟ معلش. لا لا كويس انه يطلع لك في الأول فالوقت كويس. هم فيهم صندوقين فيهم 2 شنك فأنت خلصت من 1. حاول بقى إنك أنت تتجنب التاني. 8. ذهب. كده انت كسبت 1500 جنيه. ده اول حاجه. اللي بعده بقى ربنا يسهل. ايه؟ 6. 6. تمام. ذهب. برافو.
كده انت وصلت لمبلغ 3000 جنيه. ممكن تكمل، ممكن تنسحب، انت و طبعا يعني شعورك ايه باللعبه؟ هو انا مش متفائل. مش متفائل؟ اه. ف كمل 3000 ايه؟ انسحب. هتنسحب؟ اه. فعلا؟ فعلا. طيب كفايه كفايه. طب خلاص بص هقول لك على حاجه. بس هو ال 3000 جنيه خلاص دول جايزتك، يعني مش هيحصل فيها اي تغيير. تمام. بس ايه رايك نشوف لو كنت هتختار كنت هتوصل لغايه فين؟ رقم 3. نشوف رقم 3 فيها ايه. ذهب. خلاص بقى. ده كان ممكن يوصلك ل 5000 جنيه. نختار بقى صندوق كمان. نشوف بقى انت ضيعت على نفسك ايه؟ ما هو كده انا هضيع اكتر، هضيع ال 3000 كلهم. ما انت بتقول لي مش متفائل، لما نشوف. لا ال 3000 خلاص بتوعك. اوكي اوكي. ايه 1. صندوق 1 في ايه يا ترى؟ ديناميت. قرار سليم. الحمد لله. 3000 جنيه محمود، الف مبروك عليك. الله يبارك فيك. وانا عايزك تبقى متفائل على انا فيك. متفائل. خلاص؟ متفائل جدا. تحيه كبيره للبشمهندس. برضو كويس ان قرارك انك تنسحب في الوقت اللي تحس ان خلاص حظك مش هيجيب اكتر من كده. على كل حال هنشوف مين المتسابقين اللي هيكسبوا معانا جوائز ان شاء الله في الفقره الجايه بعد الفاصل. خليكم معانا ما تروحوش في اي حته. حظ سعيد لكل المتسابقين معانا النهارده. يا ترى مين يحب يعمل ديل؟ لا يوم لا يوم لا يوم. اوعى. اتفضل. اهلا وسهلا. اتفضل. منور. الله يخليك. الاسم ايه؟ مجدي. مجدي باشا. محمود. مجدي محمود. اهلا وسهلا. في اي مجال؟ انا مدير مالي. مدير مالي. طب ده كويس قوي، ده في خبره في الامور الماليه يعني. ممكن برضو يا رب كده. انا مبسوط قوي ان انا بشوف حد اطول مني. تصور هات كده، هات من فضلك الكاميرا. بص اطول مني مجدي مش كده؟ عشان الطاية يعني. ممكن الطاية؟ لا الطاية. فرصة سعيدة جدا. اهلا بيك. عندك شنطة، الشنطة السوداء دي اللي انت شايفها، وعندك البوابة رقم 2. اختيارك ايه؟ شنطة. البوابة إن شاء الله. البوابة. البوابة خلاص؟ إن شاء الله. أكيد؟ إن شاء الله. ولا في تردد؟ لا إن شاء الله البوابة. إن شاء الله البوابة. تمام. إيه رأيك؟ خلاص طبعًا الجايزة اللي جوه البوابة دي بتاعتك، وأنا هشتريها منك ب 300 جنيه. البوابة. طيب يعني 300 مش نافعين؟ طب 800؟ البوابة. 800. 800. طيب هو انا اولادي وصوني ان انا اكمل للاخر يعني. اولادك قالوا لك كمل للاخر؟ للاخر. لانهم عندهم الروح المجازفه دي. بالظبط. طب لو 1000 جنيه هتكمل للاخر؟ برضه 1000. طيب يا ترى ولادك ممكن يقولوا لك ايه لو عرضت عليك 2000 جنيه؟ هيقولوا لي الفلوس والبوابه. ما ينفعش يبقى البوابه. يبقى برضه البوابه؟ اخر قرار؟ ان شاء الله. ان شاء الله. إذن الأستاذ مجدي
قرر انه يرفض ال 2000 جنيه واصر على البوابه. نفتح البوابه. مكنسه كهربائيه قيمتها 450 جنيه. مكنسه ب 450 جنيه يعني هي جايزه اي نعم بس اقل من ال 2000 جنيه. لا بس زي الفل. بس ممكن تكسب ال 2000 جنيه معلش بس المكنسه خلي بالك اوتوماتيك بتشتغل كده. هو اللي انا عملته اساسا ان انا قابلت حضرتك. شكرا شكرا هارد لك هارد لك. معلش مفيش نصيب في ال 2000 جنيه بس يجوز المتسابق اللي بعد كده يبقى له نصيب يعني احسن شويه. يا ترى مين يحب يعمل ديل؟ يحب يعمل ديل؟ لا مصمم؟ اتفضلي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا منوره. الاسم ايه بقى؟ اسمي سماح. سماح اهلا وسهلا. يا ترى بتشتغلي ولا؟ اه مدرسه. مدرسه؟ طب ده شيء جميل جدا. الحمد لله. بتربي اجيال؟ اه طبعا الحمد لله. بتدرسي ايه؟ عارف انها مهمه صعبه في اليومين دول خصوصا يعني. طبعا بتدرسي عربية. لغه عربيه. لغتنا الجميله. لغتنا الجميل. الله ده شيء جميل قوي. الحمد لله. طيب المتسابق السابق ترك لنا شنطه وعشان طبعا اللغه وبوابة. فحضرتك شنطة وبوابة. الشنطة يعني أي منها هتختاري إن شاء الله؟ هتختاري الشنطة ولا البوابة رقم واحد بقى؟ شنطة. خلاص؟ إن شاء الله. هذه الشنطة؟ إن شاء الله. أكيد؟ إن شاء الله. طب تمام. ايه رايك ان انا اعمل لك عرض صغير واشتريها منك ب 500 جنيه؟ طب زود صفر كمان؟ يا ريت. زود صفر كمان. انا ما اعرفش ان المدرسين. لا مش صفر، صفرين، 50. 50,000؟ يا للهول. انا ما بقبلش 50,000. اقل من الجايزه الكبرى صراحه. جايزه كبرى. طب ايه رايك ازود 200؟ 200؟ اه يبقوا 700. بس الصندوق الاسود. يا استاذه. لا برضه الشنطه؟ طيب هعمل لك عرض باني هشتري منك هذا الصندوق الاسود ب 1000 جنيه. 1000 جنيه. ال 1000 جنيه ولا الشنطه السوداء؟ شنطه. شنطه. قرار. شنطه. برضه الشنطه ان شاء الله. ان شاء الله. تمام. اذا نفتح الشنطه. بلاش ده 1000 جنيه يا مسهل. شيك ب 3000 جنيه. يعني قلبك كان لا 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 يا اقل من طموحي بس حلو عشان مانا. طيب طب لو هي اقل من طموحك يا استاذه سماح تحبي ابدلها لك بالبوابه رقم واحد دي؟ لا لا عصفور في اليد. عصفور. مامتي قالت مامتي موصياني قبل ما اجي ان عصفور في اليد. مامتك قالت لك عصفور في اليد؟ بسمع كلام. قالت لك ايه؟ نمشي جنب الحيط؟ والله العظيم ممكن جدا البوابه دي يبقى فيها جايزه كبيره قوي. ما انا في اسكندريه فهتبقى شحن وكده. لا 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 ده اخف. ده اخف. الف مبروك عليكي ال 3000 جنيه. تحيه كبيره. استني دقيقه واحده. انت هتتحركي ليه؟ ما تشوفي انت ضيعتي على نفسك ايه؟ نفتح البوابه. مكتوب خير ان شاء الله. في شيء كسبت معانا كوخ افريقي للاجازات. ده كوخ للاجازات. ده ينفع على البحر بقى عندنا في اسكندريه. خلي بالك ده مش اي كلام. بس ال 3000 جنيه برضو احسن. الحمد لله. الف مبروك. الله يبارك لك. مبروك سماح. شكرا. الكوخ للاجازات كان هيبوظ الدنيا خالص. اكيد ال 3000 جنيه افضل بكتير. مبروك لسماح. بعد الفاصل هنلعب البيج ديل في لعبه الحياه ليتس ميك ا ديل. خليكم معانا ما تروحوش في اي حته.
طيب دلوقتي جه ميعادنا مع الجايزه الكبرى البيج ديل في حلقه النهارده. المتسابق محمد رحال كسب، كانت غرفه سفره ثمنها 7000 جنيه. الحقيقه قرر ان هو يتنازل عن الجايزه علشان يلعب على جايزه اكبر ان شاء الله وهي البيج ديل. فانا طبعا بشجعه وبحييه على قراره. كويس. قلبك جامد؟ حديد. 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 تمام. مش ندمان على السفرة؟ لا لا لا، السفرة. اللي يجيبه ربنا خير. تمام. ربنا خير. خلاص كويس قوي. قبل ما نبتدي نشوف اختيارك ايه، انهي بوابة، لان الجائزة الكبيرة النهاردة موجودة طبعا كالعادة ورا واحدة من الثلاث بوابات اللي انت شايفهم دول. برضو اديك فرصة انك تكسب جائزة مش بطالة كده لو اخترت شنطة من الثلاثة دول يا محمد. واحد. المدام قالت ثلاثة، يبقى ثلاثة. المدام قالت ثلاثة. بتسمع كلام المدام في كله؟ في دي على يعني ماشي. في دي بس؟ لا في كتير. كتير؟ هي على حلو قوي وانا وهي اصحاب فانا بحب اخد برايي. ووراء كل عظيم امرأة. يا رب يخليها. لا هي من الناس اللي بتدعمني وانسانة متفاهمة معايا وربنا يديها الصحة. ربنا يكرمك. نحيي بقى المدام يا جماعة. فرصة سعيدة. يا رب يخليك. طيب. دي واحد. بسم الله. الظاهر ان المدام كان عندها حق. برافو. باوتشر رحله لشرم الشيخ في فنادق روتانا كورال بيتش. الف مبروك طبعا. تروحوا كده يومين كده حلوين تغيروا جو في شرم الشيخ، اكيد رحله كل الناس بتتمناها. الف مبروك. شوف اني عندي حق بقى. انت عندك حق طبعا. تمام. ودلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم اللحظه الحاسمه. اي بوابه تختار؟ انتوا عايزين ايه؟ طب واحد. ايوه يبقى اتنين. تمام. المدام برضو اي حاجه هم بيقولوها لك بتعمل عكسها. باحساس والله بحس ايه. احساسي قال لي ان شاء الله. تمام ان شاء الله. ايه رايك بقى لو نبتدي نفتح البوابات اللي انت ما اخترتهاش؟ نبدا بالبوابه رقم واحد. بسم الله. هوم ثيتر قيمته 2500 جنيه. طيب الحمد لله. الحمد لله ماشيين صح. الحمد لله. دي مش البيج ديل. الحمد لله. تمام. نفتح البوابه رقم ثلاثه. ايباد 16 جيجا قيمته 3750 جنيه. ايه يا محمد ده؟ مبروك. الله يبارك فيك. كسبت البيج ديل. الحمد لله. نفتح البوابه رقم اثنين. الف مبروك. غساله وثلاجه 16 عدم وبوتجاز 5 شعله. ياس. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. ألف ألف مبروك لأن أنت فعلاً كسبت البيج ديل النهارده. الحمد لله. غسالة وتلاجة وبوتاجاز. الله الله الله. حوالي 8000 جنيه. الحمد لله. ده إن شاء الله أنتوا هتجهزوا البيت من أول وجديد. الحمد لله. الحمد لله. مش كده؟ مبروك يا مدام. ألف مبروك. مبروك يا محمد. النهارده يوم الحظ بتاعك. انا مبسوط يا بنتك والله. وانا كمان والله. وكمان الرحله بتاعت شرم الشيخ. الحمد لله. حظك كويس النهارده. الف لله. مبروك. شكرا. الوالده داعيه لي كمان. طبعا طبعا طبعا. تحياتنا لكل افراد الاسره. يا رب يخليك. يا رب. وشكرا لمحمد والف مبروك على البيج ديل. ثلاجه وغساله وبوتاجاز قيمتهم حوالي 8000 جنيه والرحله بتاعت شرم الشيخ. يا سلام. الله نهايه سعيده. شكرا لمتابعتكم لعبه الحياه. الى اللقاء.